أيضا من معبر الكرامة على الحدود الفلسطينية خالد بدير. خالد، يعني كيف يتم التنسيق ما بين فلسطين والأردن وإسرائيل على عبور الفلسطينيين العالقين من الأردن؟ نعم، يعني منذ إغلاق معبر الكرامة وكذلك أيضا الحدود الأردنية الفلسطينية منذ شهر للعالقين في المملكة الأردنية الهاشمية ومن هم أيضا خارج المملكة الأردنية الهاشمية حول العالم، هذا استدعى وزارة الخارجية ممثلة عن السلطة الفلسطينية وكذلك أيضا الإسرائيليين وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية لعقد اجتماعات مكثفة في هذا الخصوص. أثمرت هذه الاجتماعات عن ما نشاهده لهذا اليوم حقيقة، حتى هذه اللحظة وصل من المملكة الأردنية الهاشمية حسب الأرقام الفلسطينية هنا لدى شرطة معبر الكرامة نحو بالتأكيد 200 مسافر فلسطيني من أصل 426 مسافرا. نعم، لربما أغلق في الجانب الأردني لكن يتم بالتأكيد الانتظار لوصولهم لأن هنالك إجراءات تتعلق بتسجيل الجوازات على الجانب الإسرائيلي ومن ثم أيضا إجراءات مماثلة هنا في منطقة معبر الكرامة تحديدا لدى السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية بأخذ عينات من الدم وكذلك أيضا عينات ومساحات وأيضا كذلك هنالك عدة إجراءات تتعلق بالتأكيد فيما يتعلق ونقل المسافرين من معبر الكرامة باتجاه مدنهم ومحافظاتهم من خلال حافلات مخصصة هي نفسها الحافلات التي نقلت المسافرين من جسر الملك حسين باتجاه النقطة الفلسطينية. نعم خالد، يعني أيضا هل لكم تطلعنا على تفاصيل أكثر حول الإجراءات الصحية المتبعة في إطار عمليات التباعد الاجتماعي من أجل نقل العالقين دون إصابتهم بفيروس كورونا؟ نعم، كما نشاهد في الخلفية في هذه اللحظات هنالك عدد من الإجراءات، الإجراء يتمثل بقياس درجات الحرارة، يتمثل بأخذ عينة من الدماء ومسح من الأنف، يتم إرسال 100 عينة كل دفعة واحدة باتجاه المختبر المركزي في مدينة رام الله لإجراء الفحوصات المتعلقة بكورونا. إضافة إلى ذلك أي راكب وأي مسافر فلسطيني يتنقل عليه بارتداء طبعا الكمامات والقفازات، وهذا ما نشاهده أيضا في مساحات التباعد التي تم تطبيقها هنا في منطقة معبر الكرامة من قبل الأجهزة الطبية الوقائية الفلسطينية، وبالتالي الإجراءات هي على قدم وساق وستتضمن أيضا إلقاء جملة من التعليمات الإرشادية من قبل موظفي الصحة للعائدين، ما هو بتعريف العائد والمسافر، ما هو الحجر المنزلي وأساسياته، لأن نعلم الفلسطينيين العالقين عادوا من خلال نقاط حدودية ويكونوا معرضين ويرفعون خشية مضاعفة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وبالتالي سلسلة من الإجراءات يتم اتخاذها هنا على أرض الواقع طبعا لحماية الاستقرار في عدد الإصابات نوعا ما في الأراضي الفلسطينية وعدم مضاعفته خلال الأيام القادمة، على أن يبقى طبعا المسافرين ويلتزموا ب14 يوما ضمن الحجر المنزلي.